لعبناه هنا في ملعب الظفرة واستاذ حمدان بن زايد لعبها الإسماعيلي راح يمشيها مشاها بذكاء عبد الله لعبها خريبين يا سلام عنابي يبدع بعد مرور دقيقة واربعين ثانية أصحاب السعادة يتقدمون سبحان الله يؤكد على الماضي خريبين فهو المتسبب بأول فوز ظفراوي في تاريخ مواجهاتهم وهو المتسبب بآخر انتصار وحداوي ظفرة لطالما قدم لنا أسماء جواوي يا سلام من أفضل اللاعبين مراوغة في دوري هذا الموسم بطاقة صفراء تظهر على خلف الحسني في اللقطة الماضية كرة الآن للوحدة إسماعيل بيلعبها السلام أنت ثروة وطنية يجب المحافظة عليها الكبير يسجل هدف كبير سمعة طيب الذكر والسمعة يا له من هدف يا إسماعيل هذا هدف البدايات هذا هدف منتخب الشباب هذا هدف المنتخب الأولمبي هنا بطاقة صفراء أوهو مو بليلتكم يا الظفراوية أبد استرجعها سمعة لعبها ممتازة حلوة لعبد الله عبد الله لفابيو السلام نغم عنابي كرة ملعوبة عالية وعرضية كرة السلام ظفراوي يسجل بافلوف هدف تقليص الفارق